بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. باش نحكيو في الفيديو هذا عن المباراة المرتقبة بين المنتخب التونسي وجزر القمر. تابعونا باش تعرفوا موعد وتوقيت المباراة التشكيلة المحتملة وأين يمكنكم مشاهدة اللقاء. يحتضن ملعب رادس اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 مباراة المنتخب التونسي ونظيره منتخب جزر القمر انطلاقا من الساعة 8 مساء بتوقيت تونس لحساب الجولة الثالثة من التصفيات مؤهل كأس أمم أفريقيا المغرب 2025. ويحتل نصر قرطاج صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من 2 انتصارات ويطمح لتحقيق الانتصار الثالث أمام جزر القمر لتحتل الوصافة بنقطتين من تعادلين. بالنسبة لقنوات النقل لمباراة تونس وجزر القمر اليوم تمتلك شبكة قنوات بي إن سبور حقوق بث مباراة تونس ضد جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2025 وستبث المواجهة عبر قناة بي إن سبور 2 بتعليق المصري علي محمد علي. وحسب آخر الأخبار سيعول الناخب الوطني فوزي بنزرتي على تشكيلة فيها كل من أمان الله من ميش كحارس مرمى، محمد أمين بن حميدة، ياسين مريح، منتصر الطالبي، رائد بوشنيبة في خط الدفاع. أما في خط الوسط سيعول على إلياس الصخيري العائد لتشكيلة المنتخب عيسى العيدوني ومحمد علي بن رمضان. أما في خط الهجوم من المنتظر أن يقود يوسف مساكني هجوم المنتخب برفقة سيف الدين الجزيري وحمزة رفيعة. إذن متابعينا الكرام متابعي بكام سبور، مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام منافس محترم، منافس كان حقق 2 تعادلات في 2 مباريات اللي لعبهم. المنتخب الوطني التونسي بالعلامة الكاملة 2-2 6 نقاط يتصدر ترتيب المجموعة الأولى. المباراة هذه إذا فوز بها المنتخب الوطني التونسي باش يضع قدم في كأس إفريقيا للأمم اللي باش يقع تنظيمه في المغرب 2025. 3 نقاط ضرورية لأبناء فوزي البنزرتي، كل العوامل يعني ملائمة وفي صالح المنتخب الوطني التونسي. مباراة باش تلعب في رادس أمام جماهير المنتخب الوطني التونسي في أجواء ممتازة وأجواء طيبة رغم المشاكل اللي قاعدة تعيش فيها كرة القدم التونسية وعديد الأزمات من بينها أزمة التحكيم وعديد المشاكل الأخرى. إن شاء الله منتخبنا يحقق 3 نقاط والفوز في هذه المباراة في انتظار مباراة العودة الأسبوع القادم ضد نفس المنافسة، مباراة باش تكون في الكوت ديفوار لأنه المنتخب جزر القمر ما يمكنوش انه يستقبل في الملاعب نتاعو لانه ما عندوش ملعب مؤهل، وبالتالي الكوت ديفوار هي اللي باش تحتضن المواجهه المنتظره بين المنتخب التونسي وجزر القمر. اليوم لازمنا 3 نقاط، لازم المنتخب يواصل صداره المجموعه بالعلامه الكامله، وبعد نخمو ونحكيو في المباراه القادمه ان شاء الله اللي باش تكون الاسبوع القادم. كما قلت لكم فرجه ممتعه للناس الكل، ان شاء الله 3 نقاط وان شاء الله خاصه نشوفوا كوره ونشوفوا مستوى ونشوفوا أداء للمنتخب الوطني التونسي لأنه مستحقين نشوفوا أداء ونتيجة، خاصة نتيجة عريضة كما صار مع المنتخب الجزائري البارح اللي تأخر في النتيجة ومن ثم يقلب الطاولة على التوغو وفاز 5-1 مع أداء متميز لكل اللاعبين. 5 أهداف للمنتخب الجزائري، إن شاء الله زاد المنتخب الوطني التونسي يحقق نتيجة عريضة في هذه المباراة. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.